أما هلأ رشوة بننتقل لمساحتنا الأخيرة لليوم ومساحتنا الطبية، رح نحكي فيها عن أهمية التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الأطفال. ويمكن رشوة دائما بنركز على أهمية الكشف أكيد. المبكر والمتابعة الطبية، لأنه بتلعب دور كتير كبير بالعلاج إن كان الوقت فعلا ببداياته. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور أحمد نسيب، رخصوصي استشاري الجراحة العامة والتنظرية وجراحة الصدر وأمين السر الرابطة السورية للجراحة التنظرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير، سعد صباحك. بداية خلينا نحكي عن سرطان الأطفال، نعرف فيه بشكل أوسع، ونحكي عن أهمية التوعية المبكر بالكشف عن المرض داخل جسد الطفل. لأن احنا بشكل عام السرطان مثل ما حكينا أكثر من مرة شلون هو عبارة عن نمو غير مضبوط، غير منضبط للخلايا بالجسم نفسه، شلون بحيث الجسم ما يقدر يضبط النمو تبعيته من عرفتي كيف، ولا يقدر انه يكبحه. الاطفال شريحه من المجتمع، بدايه الحياه عند البشر بشكل عام، طبعا بصيب وما بصيب بقيه البشر، بس في خصوصيه معينه عند الاطفال انه الطفل نحن يعني هون دور السرطان الوراثي. يعني الاطفال اكيد يعني في شغل عامل وراثي كثير له دور، يعني اذا حدا بالعائله عنده مشاكل كان بزغوا او كذا شلون، فهون ببين معك انه في اهميه الوراثه بسرطان الاطفال بشكل عام. المشكله عند الاطفال انه الطفل اول فتره بعمره، اول سنه سنتين، ما في يحكي، ما في يعبر، ما كذا شلون، فبتكون اعراض احيانا صامته شلون، يعني انه تعب، حاره بالليل كذا شلون، بتعمل بتلاقي والله معه لنفوما مثلا لا قدر الله او شيء ثاني. فهي احد الخصوصيات عند الاطفال. الشيء الثاني عرفتي كيف، نحن انه شرائح الامراض اللي بتكون عند الاطفال تختلف شوي عند الكبار. اشياء عند منك ابيضاض الدم يعني بصير عند الاطفال، الشيء الثاني عند منك امراض الخلايا اللمفاويه، اللمفوما بشكل عام، والمرحله الثالثه بتجي امراض الجمله العصبيه، عند يعني سرطانات الجمله العصبيه عند الاطفال. هي بتفرق عند الكبار، بتعرف الكبار نحن اكثر شيء عندنا سرطان الرئه الثدي كذا، يعني فهي بتفرق. فهي احد الشغلات. المشكله الاساسيه انه قلت لك يعني الطفل ما في يعبر كثير انه شو صاير معه، فهي نحن بتكون اعراض يعني ممكن تكون مغص كذا كيف. هلا نحن في نقطه كثير مهمه يعني مشان الكشف المبكر، اي حاله عن طفل استمرت اكثر من 3 ايام بدون يعني مع استخدام مضادات خافت حاره، ادويه الالتهاب كذا شلون ما اختفت، لازم استشاره طبيب اطفال بشكل مرتب، يعني انه نتحقق بشكل اكثر اوسخ شو صاير كيف. اي تغير بطباع التغوط او بطباع العادات شلون، تعرق ليلي كذا، يعني كل هالاعراض هي مؤشرات لازم احنا نستشير طبيب اطفال بشكل معمق. وهي نقطه يمكن كثير مهمه، المؤشرات وقديش يمكن الانتباه، يعني الكشف المبكر يعني دائما بيؤدي يمكن لمرحله علاج اخف ضغطا على الطفل، وممكن يؤدي للشفاء، لانه كثير من يمكن عادات يعني وتقاليد قديمه بتقول لك انه خلي الولد اذا مرض يعني لا تعطيه ادويه، معلش مناعه تماما بيكسب مناعه، هي كلها تفاصيل. فنحن دائما بنركز على اهميه التوعيه بالكشف المبكر، المتابعه عند والاستشاره الطبيه عند الاطفال. انت عم تحكي بس بنركز نحن على شكل اهم وهو الاستشاره الوراثيه. يعني هلا نحن في فحص طبعا، قد ايش نسبة حكيم الوراثة؟ نسبة السرطانات عند الاطفال الوراثة عند الاطفال فوق 70%، يعني سرطانات الاطفال فوق 70%. شلون عرفتي؟ يعني احنا بتعرفي في عندك عوامل وراثية مهيئة للسرطان، سواء بالثدي وكذا شلون، بتيجي بقى انت عوامل بيئية كذا شلون، بتتفاعل لحظاتي مثلا سرطان ثدي بعمر 40 سنة كذا، بس الطفل انت معظم السرطان عندكم بعمر سنتين 3 سنين، يعني ما حل لسه عوامل بيئة تحكي فاهم لك الوراثة يعني هيك شلون. هلا نحن عم قلت لك اشياء شيء هو بيضاد الدم شلون، فهمت يعني صار حارة كذا، بتعمل تحليل بتلاقي والله اوف الكريات البيض طيران هذيك هذاك الرقم يعني او كذا. فالشيء المهم الاساسي انه نحن ما نستسهل، يعني ما نستسهل انه عرض مثلا كحاره او عرق، طبعا ما بخوف العالم يعني، بس ما نستسهل يعني ثلاث ايام اربع ايام ما صار تحسن كذا، نطلع على المستوى الاعلى انه نعمل استشارات اكثر حتى حدد بالضبط شو صاير معنا المشكله. نحكي عن اليوم شو اهم العلاجات اليوم عامله بمجال سرطان الاطفال؟ هلا نحن ما يعني سرطان الاطفال هلا حاليا اختصاص قائم بذاته، يعني كمعالج كيماوي شعاعي كذا شلون، عالم قائم بذاته، وفي اختصاصي عندنا بالبلد كفئين ويعني وكثير عم يشتغلوا فيه، وعندك جمعيه بسمله سرطانات الاطفال كثير عم تعمل دور كثير بالمجتمع بالوقت هذا. نحن بدي احكي جراحه انه معظم الحالات بتحتاج جراحه، بس قسم كبير ممكن يتعالج بكيماوي او شعاعي. هلا سرطانات بيضاض الدم يعني علاجها كيماوي شعاعي، ما لها علاقه بال يعني الجراحه ما لها دور فيها. اللمفومات كمان بس شخصي يعني
الدوجاح وتاخذي خزعه شخصي مرحله كذا شلون، ولكن بقيه العلاج حيكون كيماوي، حيكون شعاعي شلون، في معالجه هدفيه شلون. السرطانات العصبيه هون الدور بقى اذا في انضغاط في كذا دوج جراحين العصبيين انه ممكن يشتغلوا. هلا عندك شغلات البطن او وان ويلز او كذا، يعني شغلات هون دول الجراحه. بشكل عام هي المعالجه يعني بتكون متعدده، مع انه اكثر من اختصاص مالتي ديسيبليني سبيشاليست، انه اكثر من اختصاص عم يساهموا يحطوا خطه العلاج بشكل جيد. عرفت كيف؟ الاشعه بتكون بشكل جيد عم تشخص. ممكن نحن العلاج الكيماوي علاج هدفي، هلا في اكثر من سرطان خاصه سرطانات الاوامات الشبكيه تبع العين، عرفت كيف؟ لها علاج هدفي معين، عرفت كيف؟ لحتى تعرفي شو بدك تعطي. فالعلاج متنوع حسب الوضع، بس مثل ما قلت لك ما في قرار العمل الجراحي او العلاج الكيماوي او الشعبي بيد شخص واحد، عرفتوا؟ المفروض هو يكون هيئه عامه عم تجتمع وتعطي بروتوكول لكل حاله بحد ذاتها، انه الحالات كلها ما بتتشابه، ما في حاله مثل الثانيه. صحيح. طيب دكتور خلينا نحكي عن الاكثر شيوعا كمرضان مرض سرطان الاطفال، يعني عم نحكي عن نسبه عاليه ل 70% وراثه، بس اكثر شيوعا؟ اكثر شيوعا قلت لك هو بضاد الدم، اكثر شيوعا بضاد الدم، هو اكثر شيء هو بضاد المرحله الثانيه بتجي الليمفومات، عرفت كيف؟ المرحله بعد منها هي اوام الخلايا العصبيه بشكل عام، عرفت كيف؟ وخاصه اوام الدبقيه، عرفت كيف؟ وبقيه الشغلات بتكون نسبتها قليله، بس هدول اشياء السرطانات عند الاطفال. حتى يكون يعني بس الناس يعني ما عم نخوفهم كذا، الكشف المبكر انت الليمفوما والابيضاض النوع الثاني النقوي، شلون؟ يعني علاج الكيماوي والشعاعي عم يوصل نسبه شفاء فوق 80%، شلون؟ ونسبه شفاء كثير جيده، شلون؟ كشف مبكر. مشكلتنا احنا انه هي مراحل، يعني لو حتى لو كان وراثي بتلاقي نسبه شفاء عاليه. وراثي خلص، اذا اخذت علاجك صح ما في مشكله. وراثي هي مو وراثي انه خلص حيصير معك، وراثي هي انت متاهل عندك تاهب اكثر، مو معناته انه خلص 100% حيصير معك. بس انت الفكره انه كشفتي مبكر، مرحله تكون مرحله باكر، شلون؟ نسبه الشفاء عم تكون كثير مرتفعه بالليمفومات بالذات، شلون؟ بالمرحله الباكر اذا اول مرحله شلون؟ بتوصل فوق 90%، عرفت كيف؟ نسبه الشفاء وخلص. وكثير ناس الرساله بتوجه لكل العالم، شلون؟ نحن في مشكلتنا عندنا فوبيا بالشعوب، عندنا كلمه سرطان، كلمه سرطان يعني لحد فتره قريبه الناس عم تحط سرطان يعني موت. صحيح. سرطان مو موت، شلون؟ سرطان هو مرض مثله مثل اي مرض. وهلا حتى بتخيلات الام ار ان الجديده عم يحكوا فيها هلا انه شلون لقاح الكوفيد ساوي نفس القصه، ممكن ان شاء الله تعالى حنوصل علاج هدفي للخليه السرطانيه، تمام؟ بس تطور كل ما من فتره الى فتره. الله يا رب. فنحن ان شاء الله تعالى شلون يعني حنخلص من القصه كثير، بس لكن هلا حاليا في علاجات ما متوفره ضمن ايدينا، شلون؟ في علاجات ناجعه وفعاله وكذا. الفكره الاساسيه نحن الكشف المبكر، يعني نحن بتفرق كثير بين مريض عم نعرف نعالجه ستيج 4 بين مريض ستيج 1. ستيج 1 دائما نسب الشفاء ونسب البقيه ونوعيه هي كلها بتفرق كثير، وتاخذي تحفوت 90% نسب جيده عشان، ولكن لما تكون متاخرين هي الفكره. الفكره الاساسيه نحكي نحن اي عرض، يعني نحن الطفل بيسهل بيسهل بيطلع حرارته بيسخن ممكن نوز وكذا شلون، اي اعراض طلت اكثر من 3 ايام تمام الحديث، نعمل استشاره اقوى او نتحرى الامور اكثر ان شاء الله تعالى، بحيث نحن اذا لا قدر الله في مشكله نكشف بشكل مبكر. الكشف المبكر هو كثير اساسي بهالقصه. النقطة الثانية الاستشارة الوراثية، نحن إذا في عيلة بنعرف في عندهم كانسر بالعيلة، في كانسر بالعيلة شلون؟ مفترض إنه نحن بيعملوا جين تايب كذا بتبين معنا إنه في احتمال لا قدر الله أو في قصة شو حتى واحد يتجنبها، عرفت شلون؟ وفي أحيانا مصلحات إنه أخي بنعرف نحن هي مورثة مقهورة، إذا اجتمعوا مع بعض ممكن يطلع إنه لا حيطلع سرطان حتما، فما يصير تزاوج أو كذا حتى ما نوع نفس المشكلة. ولكن الخصوصية الأساسية نحن الشعب بس يغير فكرة إنه نحن سرطان لا يسيمت، السرطان مرض مثله مثل أي مرض. هلا نسبة بجوز في مخاطرات كبيرة، ولكن هو نسب شفاء إذا تعالى الصح بوقت صح إن شاء الله نسبة كثير كبيرة، ويعني بتستاهل الواحد يشتغل فيها إن شاء الله. دكتور نتمنى السلامة لكل المرضى، وأكيد دائما نحن بنأكد على نقطة الوعي للحالة المرضية الموجودة، ودائما مثل ما حكيت حضرتك الكشف المبكر أو زيارة الطبيب ونعمل هيك تشيك على صحتنا كثير مهم. صحيح. نور أكيد. أنا بس بدي أحكي شغلة صغيرة، أحد زميلاتنا شلون تمام ما بدي كانت من يومين بوحدة بسمة للأوام بالبليوني شلون، المفاجأة كانت إنه الأطفال يعني رغم إصابتهم بالمرض كذا شلون كمية الوعي الموجودة عندهم منهم، كمية الإرادة التربية منهم، يعني هي رسالة حياة إنه فعلا هن أمل شلون، ورغم التعب ورغم إنه بتعرفي الجرعات والآلام وكذا شلون بتحسي هن متفائلين أكثر من أهاليهم، يعني بتحسين عم يعطوك رسالة ثقة وأمل إنه في مجال إن إحنا نساوي شيء ونصنع شيء أكثر من يمكن إحنا كبار محبطين شوي صغير. فنحن الطفولة هي أمل، هي إشراق. صحيح. فنحن نتمنى إن إحنا
انه ضحكه الطفوله تضل مستمره دائما بشكل دائم. ان شاء الله هيك الله يديم الصحه آمين والسلامه لكل اطفال العالم، واهميه مثل ما قلنا بنركز على الاستشاره الطبيه والكشف المبكر. اي مؤشرات بتحس انه هي مش يعني بتدل على مثل ما قلت تقريب او رشح او مرض عادي لازم استشاره طبيب. نشكرك الدكتور احمد نسيب الرخصوصي على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا دكتور لتواجدك اليوم، وبدنا نقول اكيد صادف 15 هو اليوم العالمي لسرطان الاطفال، نتمنى الشفاء والسلامه للجميع.